النقاش ينضم إلينا من باريس دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور خطار. نبدأ أولا بهذا التصريح من وزير الخارجية الفرنسي بشأن إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل إن لم تسمح بإدخال المساعدات وتفتح المعابر، ما تعليقك على ذلك؟ أحييكم وأحيي الفريق العامل في العربي وكل من يتابعنا. يعني هذا التصريح يأتي في سلسلة مواقف فرنسية لكي يصبح هذا الموقف أكثر توازنا بعد انحراف وانحياز كبير إلى جانب إسرائيل في بدايات الحرب، وهو أيضا أتى كما قال الوزير نيتنياهو بعد سعي فرنسي لفرض عقوبات على المستوطنين من أجل كبح ممارساتهم من قبل كل الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة تأتي متأخرة لأن الولايات المتحدة ضغطت والدول الأخرى تضغط، وإذا لم تكن ضمن الاتحاد الأوروبي أو في إطار أممي تكون دعسة ناقصة. سمعنا بالتدابير التركية وهي إجراءات أقرب إلى العقوبات. إذا كان هناك من جدية يجب أن يكون الأمر يتعلق بسلاح، يتعلق بتهديد يمكن أن يعطي نتيجة. حتى اللحظة إسرائيل تزعم أنها أدخلت أكبر كمية من المساعدات، بمعنى 462 شاحنة في يوم واحد، وهي ربما أخذت تسمع لضغط الأمريكيين بعد حادثة قتل عمال المطبخ العالمي. لكن الفضيحة في الموضوع أن أكثر من 30 ألف شخص في غزة لم يستدعوا غضب بايدن، بينما مع كل الأسف على سقوط هؤلاء العمال، سقوط رعايا غربيين استدعى كل الغضب. ما تأثير هذا الموقف الفرنسي على موقف الاتحاد ككل، خصوصا الموقف الألماني وبرلين الآن ونحن نتحدث متواجدة في لاهاي لمواجهة دعوة غير مسبوقة من نيكاراغوا؟ حتى اللحظة الموقف الألماني لم يتزحزح. ألمانيا من الدول كما بريطانيا من الدول الداعمة لإسرائيل، ولم تطلب حتى الآن وقف إطلاق النار، لم تبذل جهودا في هذا الاتجاه. لا تزال ألمانيا تعيش عقدة مرحلة الحرب العالمية الثانية، وتعتبر أن من واجباتها عدم فعل أي شيء يمكن أن يمس بإسرائيل. هذا هو المنطلق، ولذلك المسألة عند الأوروبيين ليست ألمانيا فقط، المسألة أن الآلية البيروقراطية لاتخاذ القرار صعبة جدا. تجميع 27 دولة من أجل كل قرار يجعل الاتحاد الأوروبي فقط سوقا تجاريا، قطبا اقتصاديا، ولكنه ليس ذاك القطب الجيوسياسي المؤثر. مسألة القوانين الخاصة بتصدير السلاح ومسألة السماح بإيصال المساعدات، إلى أي مدى هناك اختلاف كبير في تعامل الدول الأوروبية معها وسيؤثر ذلك على مواقفها منفردة؟ بالفعل هناك مدونة سلوك أوروبية بالنسبة لتصدير السلاح، لكن احترام ذلك ليس هناك من آلية للتدقيق في احترام هذه المدونة. ومن ناحية أخرى هذا موضوع سيادي، ونعلم بوضوح أن تجارة السلاح هي من القطاعات التي لا تزال تدر أموالا على هذه الدول، ومن الصعب جدا أن نفترض قيام هذه الدول على الأقل في المدى القصير، إن كانت بريطانيا أو دول أخرى من داخل الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا، باتخاذ تدابير ملزمة أو محاولة الضغط على إسرائيل من هذا الباب. دكتور خطار، هذه الحرب وهذا العدوان المستمر منذ أكثر من 6 أشهر استدعى المقارنة والنقاش وتسليط الضوء على الازدواجية، ليس فقط للولايات المتحدة ولكن للدول الأوروبية، لكن إلى أي مدى الدول الأوروبية متأثرة بذلك؟ يعني بالفعل هناك ازدواجية، لأنه عندما هجمت روسيا على أوكرانيا صرخ الكل باختراق وعدم احترام وانتهاك القانون الدولي، وتضامنت أوروبا والولايات المتحدة وعادت الروح إلى حلف شمال الأطلسي. ولكن بعد كل الذي رأيناه في غزة من موت للإنسانية وتدمير وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لم نلحظ نفس ردة الفعل. إذن المعايير سقطت، ليست المسألة فقط ازدواجية، ليس هناك من ثقة
بحوكمة عالمية وبقدرة ليس هناك إذن من ثقة، لأن على ما يبدو عندما يتبنى الغرب دولة ما مهما فعلت هذه الدولة يتم التغاضي عنها، بينما يتم رفع الصوت بوجه المعسكر الآخر، هذا يزيد من انقسام العالم، يزيد من الصراع العالمي، ولا يعني يحطم الثقة بالمؤسسات الدولية. المشرعون، قادة الرأي، الأكاديميون، المفكرون يضغطون في هذه الأحوال من أجل تغيير مواقف حكوماتهم. إلى أي مدى ترى أن ذلك يحدث بشكل واسع سواء في فرنسا أو في بقية الدول الأوروبية حتى الآن دكتور؟ بالفعل هناك جيل جديد إن شئنا، هذا الجيل أخذ يتعاطف مع القضية الفلسطينية، ما يسمى باللغة الأجنبية جينيراسيون زد، وهذا الجيل أخذ يتضح له مدى الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين، أي أن المظلومية ستنتقل رويدا رويدا من اليهود الذين عانوا خلال الحرب العالمية الثانية إلى الفلسطينيين، سيكون لذلك الانعكاس الكبير على المدى المتوسط. على المدى القصير، ما رغم من المظاهرات الكبرى في الشوارع وصرخة الكثير من المشرعين والأكاديميين والعرائض وكل ما هنالك، لكن على ما يبدو هناك من لا يسمع، لأن أولوية المصالح العليا للدول، ولأن هناك نوعا من المصلحة الاستراتيجية، وكأن الشعب الفلسطيني يضحى به على مذبح رغبة الأمم. إذا أخذنا الغرب فهذا ليس مستغرب نتيجة التبني التاريخي من قبل أوروبا ومن ثم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، لكن الدول الأخرى يعني من روسيا إلى الصين إلى الهند وغيرها لم تقم بواجبها في محاولة إيجاد بدائل. فقط هذه الدول في الجنوب العالمي مثل جنوب أفريقيا مثل نيكاراغوا قامت بواجبها أكثر بكثير من دول كبرى. دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، شكرا جزيلا لك.